بعد تدخل 5 لاعبين، مشكلة عمرو وردة، 5 لاعبين، اتحاد الكرة بيدرس العفو عن عمرو وردة، مشكلة كبيرة طرحت على الساحة الرياضية، اتدخل فيها اتحاد الكرة بإيقاف عمرو وردة واستبعاده من معسكر الفريق. حضراتكم عارفين طبعا كل الملابسات اللي حصلت الفترة اللي فاتت، لكن بعد تدخل 5 لاعبين اتحاد الكرة بيفكر ان هو يرجع عمرو وردة تاني للمعسكر. مش عارف برضو حضراتكم هتستقبلوا الخبر ازاي او هتستقبلوا قرار اتحاد الكرة ازاي، لكن عشان ناخد قرار خصوصا في الاماكن الكبيرة او في المؤسسات الكبرى زي اتحاد الكرة، يعني الحمد لله عندنا الحمد لله والشكر لله دايما بنتأنى في اتخاذ القرار، عشان لما بناخد قرار ما بنرجعش فيه. ممكن تتأنى شوية في القرار لكن تاخده خلاص، انت مؤسسة كبيرة فيبقى صعب ان انت تاخد قرار وترجع فيه. فمش بقول كده عشان ما ترجعوا عمرو وردة، ما تبقاش ماليش علاقه خالص، لكن انا بتكلم في العموم، بتكلم في الصح يعني. لكن محمد صلاح كان على قائمه ال5 لاعبين اللي قعدوا مع المهندس هاني ابو ريده، كان معاه المحمدي وعبد الله السعيد واحمد حجازي ووليد سليمان، قعدوا مع رئيس اتحاد الكره، قالوا ان هو قرب صلاه الفجر، لغايه قرب صلاه الفجر عشان يقنعوه ان عمرو ورده يرجع المعسكر تاني بعد اعتذار عمرو ورده اللي حضراتكم شفتوه على وسائل السوشيال ميديا المتعدده. عمرو ورده طلع قالنا بعتذر وان شاء الله مش هيحصل كده تاني. يعني انا مش عايز اتكلم شخصيا في القصه دي او اقول رايي فيها، لان الراي هيبقى صعب جدا جدا على الكل يعني بصراحه، فانا هسكت خالص.